السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات. نحن مع واحد الحالة إنسانية وحالة اجتماعية ديال شخص خمسيني كيعاني من مرض الأعصاب. طلبوا ليه الأطباء واحد ليريم باش أنه يشوف من هاد الحالة، يعني طلبوا ليه ليريم، ولكن للأسف يعني عنده وليدات ما عندوش باش يدير هاد لي ريم، كيطلب المساعدة من المحسنين. غنشوفو السي عبد الكريم غادي يحكي لنا المعاناة ديالو مع هاد المرض. تفضل السي عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما كتقدرش يعني ما كتقدرش تشد بيدك؟ لا ما كتقدرش. لا ما نقدرش. غير تكلم السي عبد الكريم. وهاد الحالة كنعاني منها تقريبا واحد 7 شهور. هادي تقريبا سبعة شهور وانت كتعاني من هذه الحالة ديال الجهاز العصبي. درت تخطيط في الدار بتاع واحد الطبيب. نعم. درت تخطيط وطلب لي، قال لي ضروري انك خاصك تمشي عند الاخصائي اللي متبع عنده. مشيت عند الدكتورة في النيش اختصاصية في الاعصاب. اختصاصية في الاعصاب. وطلبت مني باش ندير ليريم. ودير تقريبا واحد 4000 درهم. شي 4000 درهم؟ لا 4000. انت ما عندكش هاد 4000 درهم باش 4000 درهم ما عنديش باش نديرو. عندك شي وليدات سي عبد الكريم؟ عندي واحد. عندك وليد واحد والزوجة يعني كيف ما حكيت لنا على حامل؟ الله يبارك على خير. كيفاش تصابتي بهذا المرض سي عبد الكريم؟ وهذا المرض اخويا شغنقول لك، بدا تدريجي داكشي. بدا عندي فشل في المشيان صافي، دابا ما بقيتش كنقدر نوض، دير غير بيكوش. يعني بيكوش؟ لا دير غير بيكوش، ما كنقدرش نوض للطوال. غير الزوجة ديالك هي اللي انها كتكلف بهاد والجيران هما اللي كيشوفوا الجيران. وكيفاش السي عبد الكريم يعني شكون اللي كيتكلف بهاد الوليدات من بعد انك انت مصاب بهاد المرض يعني مقعد؟ واحد السيدة خالتي هي اللي كانت كتحاول انها تكلف بهاد الوليدات. هي اللي كتكلف بهم وهي اللي كتصير دابا هي كلشي. وتقريبا امتى طلبوا لك سي عبد الكريم هاد ليريم؟ انا تقريبا هادي شي 3 شهور. هادي ما شي 3 شهور. ما صرتش ندير شي 3 شهور وانت يعني عاجز على هاد باش تدبر هاد المبلغ ديال 4000 درهم باش دير هاد ليريم. وهاد ليريم ضروريين، ضروري باش ناخذ الدواء، لانه ولا ما كانش ليريم ما كانش تريتمون ديال الدواء. الا ما كانش الطبيبه ما بغاش تخرج لي الدواء، انا ما كانتش ليريم. ومن بعد هنا في سطات يعني ما شفتيش شي محسنين ولا شي جمعيات لانهم يحاولوا انهم يساندوك في هاد الامور؟ يعني ما شفتيش؟ لا ما شفتش. كيفاش يعني ذكرتي لي قبيله بانه بالنسبه للمستشفى يعني ما الدواء وهذاك الشيء واش ما كانوش كيتعاملوا معاك مزيان ولا ما حتىش؟ يعني في ملي كتمشي مثلا واش في الدار البيضاء ولا هنا في السطاط؟ لا الدار البيضاء درت التخطيط. درتي التخطيط؟ درت التخطيط. وجدتو عند فنيش، عند الدكتوره، عند الدكتوره فنيش. والدكتوره فنيش قالت لي ضروري، لانه هذا الشيء ما واضحش مزيان، ضروري ان خاصك دير ليريم. وانا ديري ما صش باش نديرو. ما جبرتيش؟ ما بقاش باش ها هو التاريخ كاين هنا في هذا هو راه فيهم التاريخ، فيهم التخطيط، التاريخ يعني ديال هذا تقرير. تقرير على الحالة ديال الدكتور محمد شفيق، درتو عندو في 89. يعني تقرير على الحالة ديال الحالة اللي كتعيشها. عطوني ليريم. ما عطوني هادو ليريم باش نديرهم. باش دير ليريم. دير ليريم، ولكن المشكل اللي كاين وهو في هذا المبلغ ديال 4000 درهم. المشكل ديال 4000 درهم، كيقولوا لي 4000 درهم. 4000 درهم. كنطلبوا من الله الله يجيب الشفاء اخي عبد الكريم. وفي الدار البيضاء ماشي هنا. في الدار البيضاء. تقريبا سي عبد الكريم يعني هاد 7 شهور وانت يعني واش يوم على يوم كتزاد هاد الحاله؟ الحاله كتزاد، ما بقيتش كنوقف نهائيا. لا ما بقاش. وكل ما تسرعتيش ودرتي هاد لي ريم وخديتي الدواء غتزيد الوضعيه، يعني غتضاعف الحاله. ضاعف الحاله. شنو الرساله سي عبد الكريم اللي كتوجهها عبر
وجاسي عبد الكريم عبر هذه القناة تشوف تي في. باش يعاونونا ويوقفوا معنا باش نديروا هاد لي ريم، والله اللي يضيعوا أجر المحسنين. يعني احنا كقناة تشوف تي في كنبلغوا الرسالة ديالك للمحسنين، للجمعيات، ذوي النيات الحسنة، القلوب الرحيمة، على أساس أنهم يتعاطفوا مع هاد الحالة الاجتماعية والحالة الإنسانية ديال سي عبد الكريم، اللي هو شخص عنده 50 سنة، عنده وليدات، يعني بغى يدير هاد لي ريم وما جبرش بغى يجي كاع يشوف الحالة ويطلع على الوضع ويشوف الحالة، راه يجي مرحبا فعلا. واللي بغى يتكلف، انا ما بغي لا فلوس لا والو، انا بغيت باغي غير لي ريم، باغي غير لي ريم، ما يتكلف كاع اي محسن ويخلصهم ليا ونمشي نديرهم، وهذا هو لي فعلا. المهم انه هو انك دير لي ريم، هو ندير لي ريم، يعني انا ما بغي لا فلوس لا والو فعلا، باغي دير لي ريم. باغي غير ندير لي ريم اي محسن، وبغى يتطور باش تاخذ الدواء ديالي. باش ناخذ الدواء ديالي وصافي. كيف ما كتشوفوا متتبعي قناه شوف تي في، يعني احنا مع هذه الحاله الاجتماعيه والانسانيه ديال الاخ عبد الكريم، اللي هو بغى يدير عمليه، بغى يدير يعني هاد لي ريم، يعني هاد لي ريم بغى يديرو باش انهم يشخصوا له الامور ديال الدواء وياخذ الدواء. يعني كنطلبوا من المحسنين وذوي النيات الحسنه والقلوب الرحيمه يتعاطفوا مع هذه الحاله الانسانيه والاجتماعيه ديال سي عبد الكريم، والله راه ما كيضيعش اجر من عمل عمل حسن. وكنشكروا جميع متتبعي قناه شوف تي في على التواصل ديالهم والتفاعل ديالهم، والى اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله انسانيه واجتماعيه جديده.